تعالوا نروح نشوف مع بعض تقرير البست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا للاسبوع اللي فات ونرجع لحضراتكم على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الأسبوع وفقاً لما نوهت عنه دور النشر في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الأسبوع ما بين الروايات وكتب التاريخ والتنمية البشرية. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية القطائع للكاتبة ريم بسيوني، وهي رواية تاريخية ثلاثية تدور في عهد الحاكم أحمد بن طولون. في المركز الثاني بالقائمة يأتي كتاب أربع محاولات للحياة، وهو تجربة رباعية لأربعة كتاب هم الكاتبة مروة سمير والكاتبة نشوى صلاح والكاتب أسامة علام والكاتب أحمد عبد المجيد، ويعتبر الكتاب مواجهة صادقة مع النفس. جاء في المركز الثالث كتاب أحببت وغداً للكاتب الدكتور عماد رشاد عثمان، وتدور أحداثه حول الشخصية النرجسية بكل جوانبها. في المركز الرابع تعود إلى القائمة من جديد رواية لوكاندة بير الوطويط للكاتب أحمد مراد، والتي تحكي عن سلسلة اغتيالات تكشفها جريمة مصرع أحد البشوات. تختتم قائمة الكتب الأعلى مبيعاً بالمجموعة القصصية من قتل مريم الصافي للكاتب محمد المنسي قنديل، والتي تضم 14 قصة يربط بينها جميعاً أسلوب الكاتب الجذاب. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ودي كانت الكتب الأكثر مبيعاً من الأسبوع اللي فات.